بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحف الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم، منطلقة على حضراتكم هذا الشوط، شوطنا الأول للفية الجعدان الحقائق. هنا شوط أيضا، هل ستضح الرؤية يا بن حاكم في هذا الشوط الذي ينتظر الجميع؟ أيضا الجوائز القادمة في الأشهر المقبلة بإذن الله تعالى. هنا مع المركز الأول مقدما لهذا الشوط، مع صدارة هذا الشوط، مع المركز الأول في مقدمة هذا الشوط الشميمي، أحمد بن حمد بن الصغير المالكي، مع المركز الأول. المركز الثاني شاهين عمر بن سعيد بن راشد العمري، مع المركز الثاني والمركز الثالث. أيضا مرضي سعود بن سالم العامري على المركز الثالث والمركز الرابع. شاهين حمود بن حمد الوهيبي على المركز أيضا الرابع وخامس المراكز. شاهين حمد بن عبد الله المالكي. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى المنطلقة. أعود إلى المركز الأول، إلى صدارة هذا الشوط. الله 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 الله، الجميع المشاهدين، شوف هذا، المتابعين، الأعداد الكثيرة تنتظر أحد الجعدان لظهور لهذا، أيضا لظهور بطل من أبطال هذا الميدان ليكون المرشح الأقوى بإذن الله تعالى. أعود إلى الصدارة، إلى المركز الأول. يا سلام، هنا مع صدارة هذا الشوط الشميمي، أحمد بن حمد بن الصغير المالكي أبو حامد. الله، هذا أحد أيضا، أحد العمالقة بالفعل أبو حامد، أيضا من ينتظره الجميع بظهوره في هذا الشوط. المركز الثاني شاهين حمود بن حمد الوهيبي، المهندس خطير، دائما خطير هذا الشعار. مع المركز الثاني، المركز الثالث شاهين عمر بن سعيد بن عمر بن سعيد بن راشد العمري بن السهران، مع المركز الثالث. رابع المراكز مرضي سعود بن سالم العامري على المركز الرابع. خامس المراكز، من يتواجد مع المركز الخامس؟ ولكن أعود إلى الصدارة، إلى المركز الأول. شاهين حمود بن حمد روهيبي من ينطلق مع صدارة الشوط بقيادة أيضا هذا الحيد المشارك. يا سلام، تمنيات للجميع، الشوط هادي حتى هذه اللحظات. الله الله الله، نبي نشوف عروض مميزة هناك مع المراكز المتقدمة، هناك مع الصدارة المهندس لكن الشميمي مع المركز الثاني أيضا، وبي قيادة أيضا هذا الشوط أبو حامد. أبو حامد متابعا للشميمي وتصريحات الخيالية، مع المركز الثاني. المركز الثالث مرضي، مع ثالث المراكز سعود بن سالم العامري مع مرضي على المركز الثالث. المركز الرابع، هنا الأسماء المتقدمة، لكن أعود إلى الصدارة، إلى المركز الأول، نحو المركز الأول وبقيادة شاهين حمود بن حمد الوهيبي، من ينطلق مع المركز الأول منطلقا نحو الناموس والانتصار، نحو الأداء الجميل والعرض الأجمل، نحو التحدي المثير. مع صدارة هذا الشوط، من ينطلق مع المركز الأول؟ الله، يا هذا التحدي الجميل وهذا العرض الأجمل والمتميز نحو الصدارة، مع شاهين حمود بن حمد الوهيبي المهندس. المهندس نحو المركز الأول، من ينطلق نحو الصدارة، نحو قيادة هذا الشوط. والله خطير المهندس، دائما مفاجئنا بنوعيات مميزة، دائما مفاجئ الجميع، هذا الشعار، شعار المفاجئ، دائما متواجدا بنوعيات مميزة. هنا مع المركز الأول، تهانينا والناموس للمهندس حمود بن حمد الوهيبي على انتزاع لهذا الشوط. أسعد الله صباحك يا مالكي. أيضا شاهين نحو المركز الأول بدون أي أوامر تذكر من مالكي هذا الشعار، نحو المركز الأول، نحو الصدارة هذا الشوط. تهانينا والناموس لك يا المهندس، والأمتار الأخير، الأمتار المجنون، نهاية ولا أروع، ما شاء الله على هذا الأداء الجميل والأداء المميز. أشكرك أشكرك يا المهندس، تهانينا والناموس على هذا التألق الجميل والتألق المثير. المركز الثاني الشميمي بشعار ايضا احمد بن حامد بن الصغير المالكي، المركز الثالث المرضي سعود بن سالم العامري. 4:36 هو التوقيت الزمني لهذا الشوط.